من فرع الأمن السياسي التابع لميليشيا أسد في دمشق صدرت الأوامر. أما الغرض إطلاق أوسع حملة اعتقالات تشهدها مدينتي حرستا ودوما. العناصر تنتشر كالقطعان، يقتحمون المنازل بلا استئذان للتفتيش عن شبان المدينتين. ذريعة الاعتقال واضحة لا لبس فيها، التخلف عن الالتحاق بميليشيات أسد في الجبهات وملاحقة من كان على صلة بفصائل المنطقة ممن رفضت تسوية أوضاعهم الأمنية. اللجان الشعبية التابعة لنظام أسد كان لها دور بارز في تنفيذ المداهمات والاعتقالات تلك، على اعتبار أن عناصرها ينحدرون من المدينتين. لماذا هي الأكبر في الغوطة وفق المصادر؟ لأن نظام أسد يريد إنهاء ملفي التسوية والمتخلفين عن الخدمة العسكرية. صحيح أن حملات الاعتقال هناك لا تنتهي، لكن نطاقها يبقى محدوداً قياساً لما يحصل الآن. في شهر تشرين الأول الماضي اعتقلت ميليشيا أسد عشرات الشبان، ليس لشيء إلا لسوقهم إلى المعارك الدائرة هناك في إدلب. وفق ناشطين في الغوطة الشرقية، يريد النظام أن يبقى أبناء دوما وحرستا في حالة رعب وريبة وخوف من المجهول. يريد كذلك زجهم في معارك إدلب لتخفيف الضغط عن الموالين له الذين قتل منهم الكثير هناك. يتعمد رفض تسوية أوضاعهم ليصبحوا رهن الاعتقال في أي دقيقة. ذلك ما يفسر رفضه تسوية أوضاع 3000 منهم، غالبيتهم من مدينة دوما وحدها.